تتمتع أفغانستان بعدة مميزات جغرافية وثقافية تجعلها فريدة من نوعها. أولاً، موقعها الجغرافي في قلب آسيا يمنحها أهمية استراتيجية، حيث تعمل كجسر يربط بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، مما يعزز من دورها في التجارة والنقل الإقليمي. ثانياً، تتميز بتضاريس متنوعة، من بينها جبال هندوكوش الشاهقة التي لا توفر فرصاً ممتازة للتنزه والتسلق فحسب، بل تعمل أيضاً كحاجز طبيعي يوفر الحماية للبلاد من الغزوات. ثالثاً، تاريخها العريق وتراثها الثقافي الغني يجعلان منها مركزاً للحضارات القديمة ومحطة مهمة على طريق الحرير، مما يعزز من قيمتها الأثرية والسياحية. رابعاً، تمتلك أفغانستان موارد طبيعية وفيرة مثل المعادن النفيسة والنفط والغاز، مما يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والاستثمار. هذه المزايا تجعل أفغانستان دولة ذات إمكانيات كبيرة رغم التحديات التي تواجهها.